خلينا نتحدث الآن عن التمزقات، وش أسباب التمزقات وطرق علاجها؟ طبعا في سببين، السبب الأول تكون إصابة، أما حادث، إصابة، أو طاح من ارتفاع، يمكن كثير يمر يكون على سلم أو يغسل الحوش أو أكرمكم في دورة المياه أستاذ المستمعين، فيطيح بوضعية معينة فيحصل تمزق أو في بعض الأحيان قطع في الكتف. السبب الثاني يكون أسباب غير بدون إصابات، بالذات لما مع تقدمنا بالسن من تقريبا عمر 55 سنة يكون عرضة أكثر للتمزقات الزمنية، إنجاز التعبير نسميها، يكون بدون أي سبب، لا شال شيء ثقيل ولا طاح من ارتفاع ويحصل هذا التمزق. ممتاز. حمايتها أو علاجها، يعني جيتك أنا في العيادة وعندي تمزق من هذا، وش أول الخطوات التشخيصية والعلاجية؟ طبعا في خطوتين تشخيصية، الأولى الفحص اليدوي. يبان يعني دكتور تقدر تعرف أن هذا في تمزق يعني من الكشف السريري بنسبة جيدة؟ نعم يبان، لكن ما في غنى عن أشعة الرنين المغناطيسي اللي تعطينا تصور كبير دقيق. طبعا تعطينا إذا في تمزق كم سانتي التمزق، أقل من سانتي، سانتي، يحدد لنا بشكل، وبالتالي هنا نستبعد التدخل الجراحي ونقول له والله العلاج التحفظي بين قوسين العلاج الطبيعي هو العلاج المفيد لحالتك وراح تستفيد من عنده. يتم عمل تقوية لعضلات محفظة الكتف، وإذا قدرنا نأمن عضلات محفظة الكتف راح تقوم بدور مساند للوتر. الوتر إذا تمزق ما نقدر نسأل سؤال يرجع ما يرجع، حنا نسأل أن راح نجيب عضلات قوية تقوم بدور مساند جيد للوتر المتمزق. ممتاز. ذكرت يا دكتور أن أنه ممكن يكون العضلات فيها ضعف والإصابات تساعدك. طيب تقوية الكتف في هذه الحالة عشان لا يرجع التمزق مرة ثانية؟ طبعا تقوية الكتف مهمة، لأن حين نتكلم عن تقوية نقصد فيها دائما العضلات وليس الأوتار، واتفقنا أن العضلات لها دور مساند للأوتار. في عندنا نوعين من التمارين، في تمارين علاجية اللي يقوم فيها أخصائي العلاج الطبيعي، وفي عندنا تمارين لياقية اللي الواحد يسويها في الجيم. دائما إذا الواحد حصلت له إصابة في البداية هو احتياجه لما لا يقل عن تقريبا شهر ونص إلى شهرين، أحيانا إلى ثلاث شهور في أحيان أخرى، يحتاج إلى تمارين تقوية علاجية، بعدها تمارين التقوية اللياقية اللي تكون في الصالات الرياضية. الهدف منها أنها إجراء وقائي تمنع حدوث الإصابة مستقبلا.